عوداً على بدء، استأنفت الدول المحاصرة مسلسل التناقضات، وهذه المرة أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، رداً على البيان الذي تفضل به سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمام المجلس الاثنين الماضي. بيان الدول التي تصف نفسها بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب تلخص في 4 نقاط أساسية. أولها أن البيان اتهم قطر بما أسماه تسويق أزمة دبلوماسية ثانوية في المحافل الدولية والإقليمية، إضافة إلى وصف الأزمة بأنها أزمة سياسية صغيرة ويجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة، فضلا عن تكرار الاتهامات لقطر بدعم التطرف والإرهاب، وأخيرا عدم احترام مبدأ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الحصار. بيد أن يوميات الأزمة منذ جريمة القرصنة تؤكد بشكل قاطع أن دول الحصار هي من قام بتدويل الأزمة وتصديرها إلى المنابر الدولية كافة، متجاوزة بذلك الوساطة الكريمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الوساطة التي ظلت محل احترام دولة قطر وإطارا لجميع تحركاتها بخصوص الأزمة. تجاهل دول الحصار لهذه الوساطة ولدوري ومكانة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة كان واضحا طوال عمر الأزمة، واتضح بعد ذلك خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت بدولة الكويت والتي لم يحضرها أي من قادة الدول المحاصرة، وحضرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقديرا لمكانة دولة الكويت ومكانة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. أحد المطالب في البيان الجديد لدول الحصار هو مطالبة قطر بما أسماه الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الحصار وتغيير سلوكها، بيد أن المطلب 9 في قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول المحاصرة للوساطة الكويتية كان تدخلا سافرا في شؤون قطر الداخلية، بل ويسلبها كامل سيادتها ويطالبها بالانسجام الكامل مع سياسات الدول المحيطة بها في كافة المجالات. دولة قطر أصدرت بيانا طالبت فيه مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا. كما أكد البيان أن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم دولة قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي. ويمضي بيان الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف إلى أن دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد دولة قطر، كما أنها تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي بشأن نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد دولة قطر، والتي انتهكت بشكل صارخ العديد من القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان. بيان دول الحصار وصف الأزمة بأنها أزمة ثانوية وأنها أزمة سياسية صغيرة، لكنه نسي أن يذكر العالم أنها أزمة صغيرة جدا جدا جدا. قطر أزمة صغيرة جدا جدا.